وسايبة جوزها خنقت انا واحمد. يا ماما نامت؟ ايوه نامت. طب تعالي. انا اللي مش عارفه انام من يوم ما بابا كان هنا واتخانقوا مع بعض. احنا كمان برضو اتخانقنا بسبب الموضوع ده، كلمه منه على كلمه مني شدنا مع بعض. بس لعلمك بقى انا عمري ما هنسى الموقف ده لماما. تسيب بابا يمشي هو في الحاله دي؟ انا لو اعرف مكان تاني غير هنا ما كنت جيت هنا ابدا. بس انت برضو يا نهى ما كانش حقتك توصلي الامور مع احمد للدرجه دي. غصب عني ما قدرتش، قعد يقول كلام زي السم، ما قدرتش استحمل رديت عليه. طب بس وطي صوتك لحسن ماما تصحى. انا مش عايزاها تعرف اني بيت هنا. ازيك يا عادل؟ اهلا يا بابا. خير يا بابا؟ سلامتك. الف سلامه. سيبينا شويه لوحدنا. لا ابدا مش عارف حصل ايه في رجلي، انا كنت تحت البنج ما اعرفش عملوا فيها ايه. حسب. امال جيت امتى وازاي؟ ده محدش قال لي حاجه خالص. لا ما احنا جينا امبارح وكنت انت نايم ما رضيناش نصحيك. ايه ازيك؟ طمني. زي ما انت شايف كده. شفت امك، قصدي والدتك، عملت فيا ايه؟ ايه ولا بلاش، انت اللي فيك مكفيك. انا زهقت وعايز اهاجر. تهاجر ازاي والمستشفى اللي حطينا فيها دم قلبنا تحويشة العمر فيها؟ نباح. والبنك ده احنا مدينون له، نبقى نرجع له فلوسه. لا 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 يا عادل، ما يجيبش انك تيأس بسرعة كده. لا لا لا، انا ما كنتش فاكر فيك كده ابدا. تيأس كده؟ لا. اسمع يا عادل، البلد دي ما فيش احسن منها. حياتك هنا يا عادل، مستقبلك هنا، معيشتك كلها هنا، كل شيء لك هنا، اعمل اي حاجة انت عايزها، انما الهجرة لا. صباح الخير يا استاذ قطامش. اهلا 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 يا أنسة ليلى. يا ترى الدكتورة موجودة؟ لا الحقيقة هي لسه ما وصلتش. اصل انا كنت عايز اسحب الاستقالة. مش عارف بقى ده ينفع ولا لا. هو قانونا ممكن طالما ان الاستقالة مسببة وما فاتش عليها سنة. طب الحقيقة بقى لازم ناخد رأي الدكتورة الأول. هو الحقيقة احنا جايين وكلنا أمل في الدكتورة إنها يعني ترضى عن الأنسة ليلى وترجعها شغلها تاني. وإذا كانت الأنسة ليلى غلطت فيها فهي مستعدة تعتذر لها، وأنا كمان مستعد أعتذر لها. ويا سيدي حقها على راسنا من فوق، ويا بخت من قدر وعيف يا أستاذ قطامش. وعموما أنا أتعهد لك إن الأنسة ليلى هتبدأ معاها صفحة جديدة، وهتبقى من إيدها دي لإيدها دي. الحقيقة أنت باين عليك ابن حلال قوي يا أستاذ. جلال خطيبي. كنت فين من زمان؟ ما وعدتهاش للكلام ده ليه؟ أنا شخصياً جاي بنفسي دلوقتي عشان أقول الكلام ده. طب تفضلوا استريحوا شوية على ما تيجي الدكتور. اتفضل يا جلال. تشربوا حاجة؟ شكرا يا فندم. شكرا. طيب. من فضلك الدكتور عادل موجود؟ نقول له مين يا فندم؟ قولي له نسرين هانم مامة المرحومة باكينا. شكرا يا فندم، ميرسي قوي. ليه؟ خدي. هقول له من غير حاجة يا فندم، شكرا. اهتم بيه. دكتور عادل، والدة المرحومة باكينام موجودة بره. يا خبر، ده أنا كنت ناسي الموضوع ده خالص. طب شوفي لي المحامي بتاعي بسرعة لو سمحتي. الأستاذ حسن صبح في الشؤون القانونية. طب ابعتهولي بسرعة لو سمحتي. حاضر. وإيه اللي جابها السعادة؟
أملها يا فندم في الحياة إنها ترجع الشغل، وعشان كده جاية تقدم فروض الطاعة والولاء لسعادتك. يا أخي ده بعدها. عموما يا فندم الشاب اللي معاها هي بتقول إنه خطيبها، إنما يبدو عليه عاقل وموزون ومتزن جدا، وأمله في الحياة إن سعادتك تسمحي وإنها ترجع الشغل على ضمانته هو شخصيا. بالك لو أنا منه كنت أرمي طوبتها في الأرض لأنها ما تستهلوش. هي فعلا ما تستهلوش، إنما بقى تستهلوا أو ما تستهلوش ده موضوع خاص بيهم. هي جات لنا لحد عندنا، برضو حضرتك فكري في الموضوع جديا. أستاذ أطمش أمري يا فندم، لو سمحت تبعت لي خطيبها ده، أنا عايز أتكلم معاه. هو ده الرأي الصائب يا فندم. يا عيني. هيا يا أستاذ قطامش، قدمت لها الطلب؟ آه قدمته. قالت لك إيه؟ الحقيقة هي عايزة تقابل الأستاذ خطيبك. وماله، أنا تحت أمرها، مستعدة أقابلها وأترجاها كمان. يلا يا ليلى. هي عايزة تقابل حضرتك لوحدك. طيب يا ليلى خليك أنت، أنا هعرف إزاي أتفاهم معاها وهقنعها كويس أوي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، انت خطيبها؟ ايوه يا فندم، وانا جاي ارجو حضرتك، يعني احنا لسه بنكون نفسنا، والوضع اللي حصل ده هيربكنا ومش هيخلينا نعرف نبتدي حياتنا ابدا. طيب انا مستعدة ارجعها، بس على شرط تروح المكان اللي انا وديتها فيه في السويس. يا فندم تروح ان شاء الله، تروح فين حتى، بس المهم ترجع وظيفتها تاني، ولو ان الوضع ده برضو هيلخبطنا شوية، لان هي هتبقى هناك وانا هبقى هنا، ودي هتبقى حوسه ما يعلم بيها الا ربنا. انت بتشتغل ايه؟ انا يا فندم بشتغل مدرس هنا. مدرس؟ طيب يا اخي كان من الواجب بقى انك توجهها. والله يا فندم حصل، وحصل كتير جدا. ايه ده؟ ده انت باين عليك شاب طيب قوي. اتفضل اقعد. شكرا يا فندم. انا لازم اعزمك على حاجه، تشرب ليمون؟ مالوش لزوم يا فندم، متشكر قوي. خلاص بلاش. ها عاجبك بقى اللي عملته فيا؟ الحقيقه يا فندم انا ما اعرفش هي عملت ايه بالظبط. اسمح لي اقول لك يا استاذ، انت اسمك ايه؟ جلال يا فندم. اسمح لي اقول لك يا استاذ جلال ان خطيبتك دي تصرفاتها مش كويسه ابدا. نعم. لا انا اسفه، ما تزعلش من كلامي، انا قصدي كلمتك بشكل مباشر، بس انا قصدي زعلانه منها جدا. تصور انها تحاول تاثر على راجل في سن ابوها لدرجه انها هتحطم حياتكم. تحطم حياتنا ازاي يا فندم؟ بنت دي يا استاذ جلال وصوليه، وصوليه جدا، عندها تطلعات رهيبه، وانت لسه شاب، لسه هتكون حياتك. بس اسمح لي اقول لك وانا اسفه انك اسات الاختيار. واضح ان حضرتك زعلانه منها قوي يا فندم. طبعا زعلانة جدا، والحق مش عليا، الحق عليها هي، هي اللي ضيعت نفسها. يعني أنا من الأول برضو ما كنتش موافق على الوظيفة بتاعتها التانية دي. في واحدة ست عاقلة تسيب الوظيفة الحكومية وتبيع مستقبلها كله علشان راجل في سن أبوها؟ اللي ما أسعدني أنا أم ولاده هيسعدها هي؟ يا أخي إيه ده؟ حضرتك بتقولي كلام خطير جدا يا فندم. طبعا خطير، وانا سايباك تحكم مين اللي غلطان فينا، انا ولا هي؟ هي طبعا مفيش شك. بنت بتحلم، سرقها السكينه اكيد. انتوا عندكم مشاكل ولسه مستقبل وتبنوا وتعملوا، هي بقى حبت تختصر الطريق فاختارت انسان عنده امكانيات زيه. فندم حضرتك لفت نظر الحاجة ما كنتش واخد بالي منها ابدا، وعموما انا متشكر جدا. لا بس معلش، انا بقى هرجعها علشان خاطرك انت. بعد الكلام اللي سمعته من حضرتك ده ما بقاش يهمني ترجع ولا ما ترجعش. ايه ده انت زعلت؟ انا اسفه، انا ما كانش قصدي ازعلك منها ابدا. لما كلام زي ده يصدر من انسانه محترمه ولها كيان زي حضرتك، فانا لازم احطه في الاعتبار كويس قوي. عن اذن حضرتك. اتفضل يا فندم.
خير يا جلال؟ ربنا هداها ولا لا؟ ايه مالك؟ في ايه؟ كلمني، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ انا اسف قوي يا هانم، انا الظاهر فعلا اسأت الاختيار. ايه؟ وعشان كده ببلغك اعتبري كل اللي بينا انتهى. تعالى هنا كلمني، ايه؟ ايه اللي حصل؟ هي دي الست اللي كنت بتقول عليها معقدة ووحشة وخلاتك تستقيلي؟ دي ست محترمة وممتازة جدا. انت يا هانم اللي استقلت بمحض ارادتك عشان تروحي مع البيه بتاعك. هو الخروج منين؟ خروج من هنا. تعالي هنا، انت رايحه فين؟ مالكش دعوه. ايه ده؟ انت يا بنت انت ازاي تدخلي بدون استئذان؟ انت عايزه مني ايه؟ استقالتي ورميت حالك، جوزك وهو اللي متمسك بيا، انت بتعفشي خطيبي كمان. اسمعي انا هقول لك كلام هتسمعيه لاول مره، انت ست ما عندكيش قلب. انا مش عارفه جوزك استحملك العمر ده كله ازاي، ولو كنت فاشله بحياتك الزوجيه ما تجيش تطلعي عقدك عليا. ايه ده؟ انت بتقولي هو اللي عقد؟ مش جلال سابني؟ انا هوريكي، وانت اللي ابتديتي المعركه. ايه اللي انت بتعمليه كده؟ أستاذ أحمد تعال. إيه يا عريس؟ سايب مراتك وجاي تعمل إيه هنا؟ أنا عايز ألغي الأجازة يا فندم. طب اقعد الأول. إيه؟ اكتفيت بهذا القدر من شهر العسل ولا إيه؟ الظاهر اني اتسرعت في الجوازه دي. لا انت مش اتسرعت، انت اصلك انسان لا تصلح للزواج، لان للزواج قيود انت ما انتش قدها، وما تصلح لهاش لانك انسان بوهيم الطباع صعلوك النزعات. ما تزعلش مني. وده عكس تركيبتك النفسيه على طول الخط. يا فندم انا ونهى ما ننفعش البعض. هي ما تنفعكش علشان مش عارفه تحتفظ بيك. للأسف نهى اكتسبت أسوأ طباع مامتها، والحقيقة دي ما كنتش أعرفها من الأول. إيه؟ اتخانقتوا؟ وإيه يعني؟ شيء طبيعي جدا، الخناق بيعتبر سمة من سمات الزواج، وخصوصا في هذا العصر. يا فندم أنا بقول لسيادتك إن أنا ونهى ما ننفعش لبعض، وعلشان كده جاي لك دلوقتي تشوف لي حل في الموضوع ده. طيب أفهم بس إيه اللي حصل بينكم؟ اللي حصل إن اكتشفت إن نهى من أسرة غير مترابطة. نهى اتربت في بيت مفكك، والحقيقة دي أزعجتني لما عرفتها وخلتني لازم أبعد. ونهى فين دلوقتي؟ معرفش. طيب هدي نفسك أنت، وأنا لما أشوف نهى هعرف منها إيه الموضوع بالظبط. الموضوع إن إحنا لازم نسيب بعض، لو استمرينا علاقتنا هتنتهي نهاية سيئة. أنا قررت يا عادل أجوز نيفين أختك للواد وائل ابن عمتك. طب وحضرتك مستعجل ليه على الموضوع ده بابا؟ مش كنت تسيبها تخلص دراستها الأول؟ لا أنا مش مستعجل ولا حاجة، أنا عايز البنت دي تبعد عن البيت وعن أمها في أسرع وقت. هو وائل كويس ومننا وعلينا، بس بتهيألي برضو الموضوع ما يجيش كده بالطريقة دي. على العموم أنا خدت رأي عمتك في الموضوع ده. طب هي نيفين تعرف حاجة عن الموضوع ده؟ لا 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 لا، الموضوع لسه تحت البحث، ولما يبقى جد نبقى ناخد رأيها. عموما يا بابا مش عارف أقولك إيه، لكن أنا طبعا مش هقدر أديك رأيي في الموضوع ده غير لما أقعد مع نيفين الأول وأعرف رأيها يكون إيه. اسمع يا عادل، أنت الوحيد اللي قادر إنك تأثر عليها. وبعدين أنا فكرت في الموضوع ده وسعيت إليه لسبب شخصي. إيه هو؟ لما نيفين تتجوز الواد وائل ويعيشوا في شقة الزمالك معايا، يبقى على الأقل عايش مع حد مننا وعلينا. آه هي وجهة نظر برضو. بس مش عارف ماما هتوافق ولا لأ، دي جايز أوي ترفض. كاترين دي متسيس طبعا هترفض، لازم هترفض. طب هو وائل متحمس للجوازة دي يا بابا؟ مش مهم يكون هو متحمس، المهم أمه تتحمس
وما دام ام متحمسه يبقى خلاص الجوازه دي حتم حتم. طب مش جايز وائل يكون منظر على واحده كده ولا كده واحنا ما نعرفش؟ الله يا العظيم انت يا اخي. هو وائل بتاع حاجات زي دي؟ ده راجل تحطه هنا يتحط، تشيله من هنا تحطه هنا يتحط، مش بتاع الحاجات دي، راجل مستقيم قوي. عموما اللي يعمله ربنا هو اللي فيه الخير. نيفين رجعت من الكليه عبده؟ ست نهى فوق يا فندم. ايه ده؟ هي البنت دي سايبه عريسها وقاعده هنا بتعمل ايه؟ دي بايته هنا من امبارح استاني. كمان؟ لا لا. خنقته ولا ايه؟ يعني مش ده العريس اللي انت جبتيه وفرضتيه علينا؟ انا من ساعة ما شفته ما كنتش موافقة عليه، احسن لك تخلصي منه. ماما احمد انسان كويس. طب لما هو كويس اتخانقتوا مع بعض ليه؟ حضرتك السبب. ايه ده؟ هو كل واحد تحصل له مصيبة يحطها فوق دماغي انا؟ يا ماما احمد ما عجبوش الاسلوب اللي كنت بتتكلمي مع بابا بيه، تعليقاته كانت سخيفة، ما قدرتش استحمل، رديت عليه اتخانقنا مع بعض. مال هو ومال حياتنا الشخصية؟ شكلنا قدامه كان وحش قوي. هما كده الرجالة عايزين نبقى حريم الجواري بتوعهم. في سوء تفاهم بيني وبين جوزي، مال هو ليه يتدخل في ما لا يعني ليه؟ سعيدة يا ماما. أهلا، أنا كلمت شركة مصر للطيران، تروحي بكرة تقابلي الأستاذ عبد الرب وهيسلمك الوظيفة فورا. ميرسي يا ماما. هي كانت بتتخانق معاكي ولا ايه؟ تخيلي تخيلي عاوزاني انفصل عن احمد، شوفي قد ايه هي كارهه الجواز. الحمد لله انا ربنا هيتوب عليا من البيت ده. ظهر اني غلطت اني اتخانقت مع احمد، غلطت اكتر لما جيت هنا. يا بنتي حد ربنا يتوب عليه من البيت ده ويرجع له برجليه. ارجوك يا احمد ما تتسرعش، نهى بنت كويسة بس ظروفها هي اللي مش كويسة. بس أنا خلاص يا فندم، جوايا إحساس داخلي بيقول إني مش هبقى سعيد معاها. صدقني الإحساس ده بيجي لكل اللي بيتجوزوا في بدء حياتهم العائلية، بيجي لهم الشعور ده وبيبقى عندهم الرغبة في إنهم يهربوا دايما، لكن بعد كده بيتفاهموا وبيستقروا. ادخل. في واحدة عايزة الأستاذ أحمد. عايزاني انا؟ مستنيه سعادتك في المكتب. ممكن استاذن من سيادتك؟ اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك، حضرتك فاكرني؟ طبعا فاكرك، مش غنيسة ليلى برضو؟ ايوه انا رحت للدكتوره مكارم زي ما قلت لي. طب اتفضلي. ان شاء الله تكون انهيت لك مشكلتك على احسن وجه. احسن وجه؟ ده انا عمري ما ندمت على حاجه عملتها في حياتي زي ما ندمت اني رحت لها. تصور دي تسببت في فركشه خطوبتي. معلش ما تضايقيش نفسك. لو سمحت ما تعرفش سكه الدكتور حسن؟ انا عايزاه ضروري قوي. هو دلوقتي في مستشفى عند ابن الدكتور عادل. طب متشكره قوي، انا بس كنت جاي علشان اعرف طريقه. انا تحت امرك يا فندم، مع السلامه. نهى استني يا نهى، استني هنا في ايه بس؟ استني مكلميني. ممكن اعرف الانسه دي كانت عندك هنا بتعمل ايه؟ عايزه تقابل باباك. يا سلام، ولما هي عايزه تقابل بابا جايه لك انت ليه؟ مش عارفه مكانه وجايه تسال عليه. ما تسيبنا في حالنا بقى. انا مش فاهمه انتوا كارهيني كده ليه، مع ان انا الوحيده اللي اتظلمت بسببكم. مش كفاية اترفدت من الشغل وخطيبي سابني من تحت راسكو؟ انتوا عايزين مني تاني ايه؟ عايزين ايه؟ عاجبك كده؟ ادخل. ميت من الجوع.
ايه ده؟ ده اكل تجيبوه البني ادمين؟ ماله الاكل يا فندم؟ ماله؟ شوربه. الشوربه لازم تبقى سخنه، دي ساقعه بيان جلاسيه. وايه ده؟ ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ والرز ده، ده رز؟ ده لبه يا هانم، لبه، رز لبه. ودي ايه؟ دي فرخه؟ ده شاسيه فرخه. تحب نغيره لسعادتك؟ غيره لسعادتي؟ اذا كنت انا بتجيبوا لي اكل زي ده، انا يا اللي اسمي ابو صاحب المستشفى، امال الغربه بتجيبوا لهم ايه؟ يا فندم الاكل كويس ومش حد المرضى اشتكى منه. دي بتراجع كلامي يا فندم. غريب. بتناقشيني؟ بتناقشيني؟ يا اسمك ايه انت؟ ازاي تناقشيني؟ لما اقول الاكل ده وحش يبقى الاكل وحش، مفهوم؟ صباح الخير يا بابا. ايه خير؟ مالك بتزعق ليه؟ غريب. صباح الخير يا عادل. الهانم بتناقشني، بقول لها الاكل وحش بتقول بتناقشني. عايز تناقشني في ايه؟ عندي بقول الاكل وحش وانا لسه هتتكلم وتقول الاكل وحش وتناقش ونقول بقى ونعد بتاع. شيلي ده بسرعه ولا التلفزيون مخصوص. يلا. حاضر. لا يا عادل، لا 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 يا عادل، لا. التهاون ده اللي انت فيه والتهاون اللي بتعامل بيه المستشفى ده ما ينفعش. المستشفى لازم يبقى فيها نظام، لازم يبقى فيها ديسيبلين. وانا شايف ان انا اراجع كل حاجه بنفسي هنا في المستشفى، اراجع كل حاجه واشوف كل حاجه بنفسي، وهمشي لك المستشفى دي زي الساعه. خلاص يا بابا، اللي يريحك اعمله. وهو كذلك. صباح الخير. اول ما ظهرتي توك ما افتكرتي ان لك اب عيان، وانا اللي كنت فاكر انك هتسهري جنبي وتقعدي معايا. انا اسفه يا بابا، ارجوك ما تزعلش مني. غريب. طب يا بابا مش عاوز اي حاجه؟ لا شكرا. اخبار المذاكره ايه؟ كويس. لازم تتجدعني يا بت، لازم تتجدعني. السنه اللي سقطتيها دي صب في تاريخ عيلتنا كله. تاريخ عيلتنا ده الكاريكولم في تايب بتاعنا ما فيهوش حاجه زي دي ابدا. اظن واضح كلام. ان شاء الله يا بابا مش هتتكرر. ايوه. انا كنت عايزك في موضوع خاص كده. وانا كمان كنت عايزه حضرتك في موضوع. هو في عريس متقدم لك. ايه مالك كرنكتي ليه؟ اصل انا ما بفكرش في موضوع الجواز دلوقتي، واصلي اشتغلت. نعم اشتغلتي؟ يا سلام. واشتغلت ايه ان شاء الله؟ اشتغلت مضيف الطيران، وممنوع عليا الجواز قبل 3 سنين. الله الله، بنتي انا بنتي انا تشتغل وبالثانوية العامة ومن غير اذني؟ فيها ايه بس يا بابي؟ فيها ايه؟ فيها ايه؟ كرامتي، كرامتي تبقى انداست في الارض. هو انا علشان سبت لكم البيت تقوم ام كاترين دي متسيس تشردك بالشكل ده؟ دي كاترين مالهاش دعوه يا بابي، ده انا اللي رحت اشتغلت. كمان اسمع ما اقولك، الجامعه اولا وبعدين الشغل. ده كعامه في عينك. تعال. أنا اتفقت مع عمتك إنك هتتجوزي الواد ابنها وائل. وائل؟ آه وائل. مال وائل؟ ماله؟ مال وائل؟ وائل شاب مؤدب أمير لطيف كالنعجة الحلوب، لا يهش ولا ينش. تحطيه هنا يتحط هنا، تشيليه من هنا تحطيه هناك يتحط هناك. مال وائل؟ تعالي هتتجوزيه، فاهمة؟ لا جاك. لا اما تلقي كلة الحياة. انا ما عنديش بنات يقولوا لا، البنات اللي عندي يقولوا لي اه. لا بقى يا بابي لا. لا افسيلك. نيفين نيفين يا نيفين. نوفي نيفا. سعيدة يا دكتور. انا سعيدة. انت فين؟ موجودة تحت الأنظار. لا أنا عايزك تبقي فوق الأنظار مش تحت الأنظار. هعمل إيه بس يا دكتور؟ آه.
أنا بمر في ظروف وحشة جدا. والله يا ليلى كلنا بنمر في ظروف وحشة. بس أنا تعبانة جدا جدا جدا. إيه؟ مكارم عملت معاك إيه؟ يا ريتها سابتني في حالي، إلا تسببت في هروب خطيبي مني كمان. اسمعي، تيجي تشتغلي هنا في المستشفى؟ هنا ممكن؟ ممكن، مش ممكن ليه؟ وخصوصا ان هبقى مدير المستشفى. هشتغل ايه بس؟ سكرتيرتي برضه. يا ريت يا دكتور. بس انا شايف انك خفيت، ايه اللي مقعدك على الكرسي ده؟ مياصه. كده مش كويس. تاخد دي؟ اتفضل. اهلا دكتور حسن. اهلا. عادل فين؟ مش موجود يا فندم، عندي مقابلة مع المحامي بخصوص القضية بتاعته. و يا ترى يا هل ترى هيغيب كتير؟ ما عنديش فكرة يا فندم. طيب من هنا ورايح انا حدير المستشفى. اهلا يا فندم. هبقى المدير المسؤول. خدي بالك من الكلام اللي بقوله، خدي بالك من كل كلمة أنا بقولها. والآنسة ليلى هتبقى سكرتيرة ليا. أهلا وسهلا. واخدة بالك؟ وهتقدم لك كل الحاجات البيانات بتاعتها، وأنتوا تعملوا قرار بتعينها في المستشفى. ويكون مرتبها في حدود 150 جنيه أقله. تحت أمرك يا فندم. في ايه تاني كنت عايز اقول لك عليه؟ في كان لما افتكره هبقى اقول لك. انا هبقى اقول لما افتكر. شكرا. لا شكرا. ايوه. شوفي يا اسمك ايه؟ انا عايز اعمل اجتماع. اكتبي. اولا اجتماع بالاطباء اللي في المستشفى، يعني الدكاترة بتوع المستشفى. تحت امرك يا فندم. ثانيا اجتماع مع الاداريين في المستشفى، يعني هيئة الإدارة اللي في المستشفى. أيوة فندم. ثالثا اجتماع مع هيئة التمريض اللي في المستشفى، يعني الممرضات اللي في المستشفى. تحت أمرك يا فندم. رابعا وخامسا وسادسا مش مهم، إنما سابعا ابعتيهم لي كلهم دلوقتي هنا. حاضر يا فندم. معلش يا احمد، احنا مش هنقدر نرجع دلوقتي، لازم اقول لماما الاول وتعرف ان احنا اتصالحنا مع بعض. طيب خلاص نروح لها سوا نستاذنها. طب اقول لك ايه، يعني ماما عصبيه شويه ولو اتكلمت كلمتين ما تبقاش تضايق منها. طيب حاضر، علشان خاطرك انت بس هستحملها. مين فيكم مدير شؤون العاملين؟ انا يا فندم. جميع ملفات الموظفين تكون عندي هنا اهو في اقرب وقت ممكن، علشان اشوفها واطلع عليها بنفسي. حاضر يا فندم. مين فيكم مدير الشؤون الماليه؟ انا يا فندم. مفيش ملين اخضر ولا تعريف احمر يخرج من هنا او يدخل هنا الا باذني انا. امرك يا فندم. انت بقى لازم تكون مدير المخازن، مدير المشتريات. عرفتك وانت داخل عليا من دخلتك عرفتك. انت اسمك ايه بقى؟
احمد ابو القطط يا فندم. ابو القطط. ابو القطط بتاع القرار ولابسني. وريني ايه اللي انت لابسه ده. يا سلام سلم اتكلم. ساعة ذهب مطرزة بحاجات بتلمع وخواتم. طبعا سلموا القط مفتاح القرار ده. انت بتاخد قد ايه في الشهر؟ لا يا بيه انا راجل امين والدكتور عادل يشهد بكده. الدكتور عادل راجل طيب راجل امير. انما انا لا انا لا لم الف همزة لا انا عقر انا صعب انا يشار الي بالبنان. اسمع يا فندي انت يا فندي انا حراجع المخازن حجرد المخازن فتلة فتلة حجردها بنفسي انا فاهم؟ فاهم يا فندم. في ايه يا بابا؟ لا ولا حاجة. بدير لك المستشفى اللي سيادتك ما انتش عارف تديرها. طب تفضلوا انتوا دلوقتي على شغلكم. بابا انا كنت عايز اتكلم معاك شوية لوحدينا لو سمحت. بعد اذن حضرتك ممكن شوية؟ ايه بس ليلى دي. انا عارف يا بابا بعد اذن حضرتك. يا بابا يا بابا حضرتك عارف ان المستشفى دي شركة مساهمين فيها ناس وبنوك ولها اعضاء مجلس ادارة وجمعية عمومية. اي نعم احنا لينا فيها 51% زي ما حضرتك عارف، لكن ده مش معناه ابدا ان القرارات فيها تتاخد بالشكل ده. خلاص اعمل اجراءاتك القانونية واعمل تشريعاتك اللي انت بتقول عليها دي وخلاص. يا بابا المدير هنا لازم يكون دكتور. يا سلام ما انا دكتور. امال انا ايه؟ دكتور طبيب يا بابا. طيب ايه يا بابا بس حضرتك زعلت ليه؟ اوعى. يلا يا ليلى مالك كلام فاضي وقله حياة. صباح الخير يا استاذ عطاء. اهلا 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 ست نهى. اهلا وسهلا. اهلا سعاده بيه. اهلا وسهلا. اهلا. يا ترى ماما موجوده؟ موجوده تحت امرك اتفضلي. اهلا وسهلا. سليمه اتفضل. اهلا وسهلا بيه. اهلا وسهلا. صباح الخير يا ماما. صباح الخير. كويس انك جيت يا احمد لان انا عندي كلام كتير قوي عايز اقوله لك. تعال اقعد هنا. بقول ايه يا ماما؟ احنا اتصالحنا خلاص. وعلى عشان كده انا كنت جاي استاذن حضرتك اني اخد نهى معايا ونروح. يا احمد أنا ملاحظة إنك بتعامل مراتك معاملة غير عادلة على الإطلاق، يا أخي زي ما تكون شريهة. مين قال الكلام ده لحضرتك بس؟ مش ضروري حد يقول لي أنا أعرف من نفسي. معقول في زوج يزعل مراته بعد 72 ساعة جواز؟ إيه ده؟ إيه؟ علشان الخلاف اللي بيني وبين جوزي في البيت؟ أنت مالك يا أخي ومال الخلاف اللي بيني وبين جوزي؟ يا ماما أرجوك ما ترجوليش ولا حاجة. أنت تسكتي خالص. أنا لازم أقرص ودانه علشان يعرف إن الحكاية مش سايبة. طيب خلاص أنا آسف. وأنا كمان آسفة. وبعدين يا ماما؟ شوف بقى إذا كان هو عايز يرجعك يبقى على شرط. وأنا تحت أمرك يا فندم. أنا من إيدك دي لإيدك دي. يبقى العصمة تبقى في إيد البنت. نعم بقول لك العصمة تبقى في إيد البنت. إيه؟ حتى اسكتي. حتى لو اقتضى الأمر إنك تطلعها وتكتب كتابها من تاني وفقا للشروط اللي أنا بقوليها عليك. موافقة أنت على الكلام اللي بتقوله ماما ده؟ لا لا طبعا مش موافقة يا ماما. سلم. إيه ده يا بنت؟ إيه ده؟ أنت بتكسري كلامي أنا؟ يا ماما ما هو أصله كلام مش معقول أبدا كده. هو طب خلاص اتفضلي خدي جوزك ومشي اطلعي من هنا. أوعي توريني وشك مرة تانية خالص. بقول إيه يا ماما؟ واضح إن حضرتك منفعل. أنا بقول يعني بلاش أتفاهم معاكي دلوقتي. خسارة فيكي. أنا كنت عايزة أعملك ست محترمة متحضرة لكن انت مصر على انك تكوني مستعبده عايزه تعيشي في عصر الحريم. اتفضلي اخرجي بره بره. ايوه اتفضلي اتفضلي بره. وانت كمان.